السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير جميعا، ويا أهلا وسهلا. طبعا الأرض اللي هنا كاملة وضعنا عليها سماد عضوي، وإن شاء الله راح نقلبها. هذا الجزء الأول اللي راح أزرعه هنا، راح تكون أعلاف أيا كانت، ذرة بيضة، ذرة صفرة، شعير، برسيم، أي شيء. لكن أنا راح أعتمد بإذن الله سبحانه وتعالى على الذرة البيضة والصفرة. الفكرة اللي أنا عملتها الآن، وهذه معتادة دائما، لما تكون أشراب شرب كامل مربع مثلا 5×5 ويكون على مستوى واحد راح يشرب ماء أكثر، لكن لما يكون فيه المصاطب الصغيرة هذه المرتفعات ونزرع على يمين وعلى يساره، الماء يكون في المجرى فقط وليس في عموم الأرض. هذا رقم واحد. رقم اثنين، يعني الأرض عندي فيها ملوحة والماء ملوحة 7000، فوجود الماء يعني على وجه الأرض راح يعمل لي مشكلة بجانب جذور النبات. لذلك أنا راح أزرع مثلا في المنطقة هذه أو في المنطقة العلوية، لما يروى النبات ممكن يصل الماء إلى هنا وبعدين يبدأ ينخفض، تتحرر الجذور في المنطقة اللي هنا من الأملاح وتبدأ تخرج الأملاح لأنه الماء ينزل إلى الأسفل. كذا أنا أكون استفدت. راح نعمل رية الآن، هذه أول رية. بالإضافة إلى ذلك، افتح موية دلور. بالإضافة إلى ذلك، المصطبة هذه أو الخط هذا ليس مجرد تربة فقط وسماد أبقار، ممكن نضع داخله سماد دواجن أيضا، ممكن نضع معه أحادي سوبر فوسفات الكالسيوم، وهذا أنا وضعته. يعني المصاطب هذه اللي موجودة تمام، أساسا كان بداخلها خط، يمكن تشوفون بقايا الخط تمام بالشكل هذا، فيها خط كان كذا مفتوح، ووضعنا داخله سماد دواجن، وضعنا أحادي سوبر فوسفات الكالسيوم، ثم ردمناها بهذا الشكل تمام. راح نعمل لها الآن رية ونتركها يومين 3 أيام تقريبا لحد ما تتخمر الأسمدة. ممكن نعطيها أيضا 5 أيام أسبوع، ما في مشكلة. الأسمدة متحللة وجاهزة للاستخدام، الأحاد سوبر فوسفات الكالسيوم أيضا جاهز، اللي هو عبارة عن المحببات هذه البيضاء، ليست بيضاء رصاصية. راح أشوف الري هنا الآن. بسم الله، تكون سيابية الماء، الماء في المجاري فقط يمشي، ما راح يكون على عموم يعني الحوض كاملا أو الشرب. أيضا عملنا هذا بالعرض، هذا الماء يجري من هنا. هذه سمادتنا اليدوية لو احتجنا ان نسمد اي اسمدة، سوائل او بودر. هذا الماء. طيب راح نشوف الان، طبعا هذا الفاصل الرئيسي بين القطعة هذه والقطعة هذه، او الشرب هذا والشرب هذا. بالطريقة هذه انا راح اوفر ماء، راح اتخلص من الاملاح قدر الامكان. مش انه انا غيرت في الاملاح ولا شيء، لا، انا تحايلت على الاملاح فقط لا اكثر. يعني كل شخص يشوف وش ممكن يعمل من طريقة تجعل زرعه ينجح باي طريقة كانت، بعون الله سبحانه وتعالى، لعلنا يعني قادم الايام ان نوفق ويكون الوضع جيد. طيب إذا امتلأت بالماء إن شاء الله أصورها لكم. نلاحظ أن المياه تجي من جميع الجهات، ومن جميع الجهات اللي هنا ما عدا الخط اللي في النص هذا، لأنه مقابل فتحة الماء. طبعا راح يأتي الماء من هنا يدور ويرجع مرة ثانية. كمية الماء اللي أنا راح أستهلكها الآن راح تكون أقل بكثير، لكن أمر مهم عندي أنه أنا أحاول أول رية أنها تكون رية يعني نوعا ما قريبة من الغمر، بحيث انه تتشرب المصاطب بشكل كامل عشان الأسمدة اللي داخل تتفاعل مع بعضها. طبعا يوجد شوية ارتفاع انخفاض كذا، ف
الماء مثلا تعثر هنا الآن، ينتظر لما يزيد المنسوب ثم يتقدم. الماء هنا نوعا ما توقف، بس راح يزيد المنسوب شوي بعدين يبدأ يتحرك. أيضا هنا هنا يتحرك بشكل جيد. ما شاء الله هنا منطلق، هنا أيضا. بعون الله سبحانه وتعالى قادم الأيام إن شاء الله إذا استطعنا راح نصورها لكم أول ما نبدأ عملية البذر. ايضا ما يمنع لو احنا بذرنا الان، بس البذور اللي راح تنزل الان ممكن مع تفاعل الاسمدة راح تؤذيها، لذلك احنا نخليها تقريبا اسبوع خمس ايام على ما تتفاعل بس الاسمدة شوي وتكون نوعا ما باردة او مقبولة، ثم نضع البذور. بعد فترة يعني ممكن اسبوعين ثلاثة شهر راح نلاحظ وجود الاملاح في المناطق هذه، راح تلاحظون انها مليئة بالملح وايضا الارضيات نوعا ما. منظر جميل صراحة، مغري، وخصوصا انه انت تحت نخلة يعني. الآن شبه متشربة، ليس بالضرورة أنه القمم أو الرؤوس هذه أنها تشرب الآن، هي بعد شوي راح تتشرب الماء إلى أن تصبح رطبة كاملة. حتى الرؤوس هذه اللي ناشفة راح تصبح رطبة إن شاء الله. الآن راح نحول الماء، نفتح على الثانية. راح نفتح على هذه، راح نوقف الماء في المنطقة اللي هنا. الآن راح نفتح الطريق اللي هنا. راح يجينا الماء من هنا. شبكة ري عالمية، أفضل شبكة ري في الشرق الأوسط وحتى في السودان يا محمد. أي لا تقول لي إنه في السودان أحسن، هنا أحسن. يا حبيبنا أبو ريم. الأسمدة اللي استخدمناها أحادي سوبر فوسفات الكالسيوم، هذا يحتوي على كالسيوم على فوسفور وعلى كبريت، ثلاثة عناصر. وهذا سماد الدجاج المعالج حق شركة الوطنية، وليس بالضرورة انه من الوطنية، من اي شركة، اهم شيء انه يكون ادائها جيد. شربة المجموعة الاولى هذه، لو تلاحظون انه كل ما كان العامل دقيق في عمل المصاطب كل ما كان ميزان الري واحد، لكن تجد انه هنا مثلا ضعيف، تجد انه هنا سميك. هذا من أساس الميزانية اللي عملت، لابد أن ننتبه لهذا أثناء العمل. أيضا المحيط كاملا لابد أن يكون أرفع من المصاطب الداخلية هذه، المحيط الإطار كاملا يكون أرفع، حتى لو أنت غمرت هذه كاملا بالماء يصير أيضا أنها ما تفيض من المحيط الخارجي. أيضا هذه الثانية ما شاء الله الماء جاي من هناك ومن هنا يتقابلون. حياكم الله، يا اهلا وسهلا، سلموا على بعض.
طيب اسال الله سبحانه وتعالى يوفقنا واياكم، ان شاء الله تكونوا استفدتم. ايضا اللي بيسال الخط هذا راح يجيه معه. طيب شوفوا هنا، هذا هو منطلق، وايضا من عندي من هنا جاي له ماء. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.